نصيحه الى اخي اللي يجي مرته من الجزائر، تخليهاش تخالط غير واحد الصنف برك من النساء اللي هما الشياطين الانس اللي يحبوا يفرقوا العش، يفرقوا المراه على الراجل، اللي هما كاين هذا الصنف تقام هذه اللجنه جايه تقعد وين تقعد تحت الباطيمه، تحت في فرنسا تحت الباطيمه يقعدوا في لي زيغ دو جو، يقعدوا في المرشي يدوروا بلا ما يقضيوا، يقعدوا غير يدوروا ويبوليتيكيو ويقعدوا قدام ليكول عرض يروح يجيبوا ولادهم ويروحوا، لا لا يقعدوا مقصرين قدام ليكول دي 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 دو هذيك وكيفاش يصايدوا لك مرتك يا اخي العزيز، غير يشوفوا مرتك يمشي يقول لها انتي فرونسيز، تقول لهم لا لا انا جزائريه، والله غير صاحبتي النيكابريه ما شاء الله هذيك الزين، يحشي ولها ويجيب دوها ارواحي. ومن بعد كي يبداو يقول لها واش انت ورازك، غير تقول لهم برك او عيط عليا ايش واش بيك اروح يوريو لها القوانين الكل، ايش لا بيلفي انا ايش لا بيلفي، لا هما تلفر جلدهم. اني النساء مانيش على النساء المطلقات المحترمات اللي الله غلط طلقت راجلها يضربها والله هذاك هذيك طلقت نورمال ما كتب الله، راني على النساء اللي حبوا لا ليبرتي، حبوا لا ليبرتي وحبوا يقلبوا لي فام وكل كيما هما باش يديروا كلون هذا كبير ويعيشوا يقصروا في ديار بعضهم ويروحوا يسهروا مع بعضهم ويخرجوها ينحيوا لها الحجاب ينحيوا لها الدنيا، يقول لها كاين صواري هم جابوا الشاب بيلو هم جابوا شاب بن شنات هم جابوا هذوك ساكم على بالكم خاوتي واش راه صار هنا في فرنسا. المهم اتونسيون خويا اتونسيون اتونسيون دير مرتو كلش، ما تخليش غير تخالط هذا الصنف من النساء اللي حبوا لا ليبرتي وحبوا يعيشوا لا بيل في زعما في فرنسا، ماهمش لاتين حتى بولادهم، ولادهم يداروا كاردا في ولادهم ما على بالهم شي ولادهم ما على مهم يربي في ولادهم على بالهم بوالو، وتلقى مام والديهم في البلاد متبريين منهم خاطرش لا هما زوجوها الراجل وعلى الاخر هي طيشت الراجل وراحت ودوكا موليها ما يهضروش معاها، ما ربحت موليها خسرت موليها وخسرت راجلها وقاعده غير تسوج الحمام هنايا برك. المهم خاوتي ما تطيحوش في الغلطه هذه، ما تخليوش نساكم يخلطوا هذو صنف من النساء، وراني اكرر مانيش على المطلقات اللي محترمات والنساء العفيفات، تلقى مطلقه بصح تلقى بنت فاميليا وما شاء الله لا غالب مكتوب الله برك ما كتبش الله على ذلك المكان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.